اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن فيلم سنة 1996، وهو فيلم اكشن وخيال علمي اسمه اندبندنس داي. لكن قبل ما نبدأ، صلي على سيدنا محمد، ولو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ الفيلم في نيو مكسيكو. واحد من معاهد الفضاء لقط اشارة على الرادار يوم 2 يوليو. الموظف المسؤول بلغ المدير بتاعه وبدأوا يبحثوا في مصدر الموضوع ده، ومن هنا تكهنوا انها اشارة من عالم تاني، مع انهم ما كانوش قادرين يصدقوا، واستمروا في البحث لحد ما وصلوا لمصدر الاشاره ولقوا انها جايه من القمر. اشاره الرادار بدات تضعف، لكن الحكومه نجحت انها تتعقبها، واكتشفوا ان في جسم سماوي قطره 550 كيلومتر دخل مدار الارض. في البيت الابيض، وزير الدفاع كلم الرئيس توماس وايت مور وطلب منه يقابله بخصوص المشكله دي. في نفس الوقت كان في مكوك فضائي عملاق بيقرب من الغلاف الجوي للأرض، ديفيد ليفينسون، وهو فني مدرب على موضوع الأقمار الصناعية، وكان بيشتغل في شركة في نيويورك. في اليوم ده كان المكتب مشغول جدا لأن الأقمار ما كانتش شغالة. ديفيد كان بيحاول يفهم الموضوع، لكن ليه إن صعب حد يصدق إن في أجسام كبيرة بتقرب من الأرض؟ المكوك الفضائي الكبير طلع منه شوية مركبات، كل واحدة فيهم قطرها 25 كيلومتر. أصغر مركبة فيهم بدأت تقف عند المدن الكبيرة زي نيويورك. بعض اللواءات بدأوا يقابلوا الرئيس علشان يتناقشوا إذا كانوا يقدروا يتعاملوا مع الوضع ولا لأ. وبعدين ضابط تاني دخل وقال لهم إن المكوك قاعد يطلع مركباته على وشك إنه يدخل الغلاف الجوي للأرض خلال دقايق. وفي صحراء بعيدة في العراق، الناس شافوا سحب كتيرة مغطية المكوك الفضائي. وبعدين تم إبلاغ الحكومة الأمريكية بالكلام ده. قنوات التلفزيون في العالم كله بدأت تتعطل، وقنوات الأخبار ما بقاش فيها أي جديد عن الموضوع. بما إن المكوك كان بيقرب أكتر من الأرض، الرئيس قرر إنه يوجه كلمة للأمة لأنها حالة طوارئ. بعد كده بدأت تحصل زلازل في كل أنحاء البلد، والناس في مدن مختلفة بدأوا يلاحظوا دخان وسحب. المكوك بدأ يظهر لسكان الأرض وبقى فوق المباني مباشر. طبعا الناس جالها حالة ذعر، والناس ما كانتش مصدقة انهم شايفين المكوك خارج من السحب، وبقوا متأكدين انهم بيمروا بلحظات تاريخية. لكن بدأوا يجروا علشان يستخبوا او يدخلوا مأوى، وكمان بدأت حالة من الفوضى في المرور. في نفس الوقت ديفيد بدل ما يمشي من مكتبه بدأ يبص من قريب على المكوك وهو فوق المبنى، وبدأ يركز ويفك شفرة اشارة مبعوثة بالقمر الصناعي. هو كان معتقد انها تايمر لهجوم هيحصل من الفضائيين. في نفس الوقت كابتن ستيفن هيلر، وهو طيار بحري كان في البيت مع عائلته خلال الحوار ده، كابتن هيلر اخيرا خرج من البيت ولاحظ طيارة هليكوبتر وشاف مكوك كبير فوق المدينة. ديفيد رجع على المكتب وشرح لزميله ان المكوك والمركبات التانية كلهم اخدوا اماكن في المدن الكبيرة استعدادا لهجوم كبير. الفضائيين كانوا بيستخدموا اشارة واحدة علشان يوحدوا الخطط بتاعتهم، وخلال 6 ساعات الاشارة دي هتختفي تماما. ومن هنا زميله جاله رعب، وبدأوا هما الاتنين يشوفوا كلمة الرئيس للشعب. ديفيد فورا اتصل بطليقته اللي بتشتغل في البيت الابيض واللي اسمها كونستانس بانو، علشان يحذروها انها في خطر كبير بسبب وجودها في البيت الابيض. كونستانس قالت لديفيد انه خايف زيادة عن اللزوم وقفلت السكة. ديفيد قرر يروح واشنطن علشان ينقذ كونستانس. على تلفزيون راجل اسمه روسل، وهو طيار من المحاربين القدامى، بدأ يقول انه اتخطف من الفضائيين من 10 سنين وعملوا عليه تجارب. راسل هو واولاده قرروا انهم يسيبوا المنطقه علشان يبعدوا عن الخطر. لما ديفيد وباباه جوليوس دخلوا واشنطن، كان المعارضين محاوطين البيت الابيض. ديفيد حاول يتواصل مع كونستانس تاني علشان يدخل البيت الابيض، وفعلا نجح انه يقنعها انهم يدخلوا. ديفيد حذر الرئيس من الهجوم وبدا يوضح له خطه الفضائيين على الارض، وكمان قال له ان العدد التنازلي تقريبا خلص وان الحكومه لازم تبدا اجراءاتها فورا. القوات الجويه بدات تقرب من المكوك الفضائي، ومن هنا الفضائيين هجموهم باستخدام أسلحة متطورة. الرئيس أمر فورا بعمليات إخلاء للمدن المستهدفة في أمريكا، لكن الوقت كان فات. الرئيس والمساعدين بتوعه وكمان ديفيد وجوليوس طلعوا على طيار هليكوبتر، وفي نفس الوقت العد التنازلي خلص. المركبات الفضائية بدأت تضرب نار وعملت انفجارات رهيبة حرقت المدن المستهدفة. المواطنين اترعبوا، وجزء كبير منهم بقى عالق في فوضى المرور أو في بيوتهم. أغلب الناس ماتوا في الانفجارات، وبقت المدن دي عبارة عن رماد. خلال الانفجارات خطيبة كابتن هيلر اللي اسمها جاسمين كانت محشورة في المرور مع ابنها دايلان، لكن نجحوا انهم يهربوا بعد ما دخلوا في اوضة صغيرة جوه نفق. ولما خرجوا كان اللي باقي في المدينة كارثة حقيقية وما بقاش فيه اي علامة على الحياة. يوم 3 يوليو امريكا عملت هجوم مضاد بقيادة القوات الجوية، ومن هنا بدأ هجوم على واحدة من المركبات في لوس انجلوس. لكن للأسف الأسلحة ما اخترقتش المركبة، ولما حاولوا يقربوا من المركبة
بدأت تطلع دروع حواليها علشان تحميها، وده قضى على القوات الأمريكية والقواعد العسكرية. لما حصل كده القادة أصدروا أوامر بإنهاء المهمة لأن الفضائيين متفوقين بكتير. في نفس الوقت الكابتن هيلر نجح انه يخترق منطقة الفضائيين، لكن طيارته كان وقودها على وشك انه ينتهي، ومن هنا فتح الباراشوت بتاع الطيارة ودخل في العدو فانفجرت الطيارة، لكن هو كان خرج من الطيارة ونجا بحياته. وبعدين لما نزل على الارض اتجه ناحية الفضاء وهو غضبان وبدأ يضربه لحد ما فقد الوعي. على الجانب التاني كان الرئيس بيتناقش مع مساعديه عن طريقة يقدروا بها يواجهوا اللي بيحصل، خصوصا ان قائد القوات مات. وكمان بدأوا يتكلموا انهم كان لازم يخلوا المدينة المعرضة للخطر من بدري. والد ديفيد قال ان الحكومة الامريكية كانت اصلا عارفة موضوع الهجوم، وقال لهم عن بعض الادلة من زيارة سابقة للمنظمة 51 في صحراء نيفادا. الرئيس طرد وقال له ان مفيش اصلا حاجة اسمها المنطقة 51، لكن وزير الدفاع قال له ان المنطقة دي موجودة. كابتن هيلر كان بيعاني علشان يجرجر جثة الفضائي معاه في الصحراء بالبراشوت، وبعدين شاف شوية عربيات بتقرب وطلب منهم المساعدة. اتضح انهم شوية من الناجين من الانفجار، ومن هنا قابل راسل وطلب منه المساعدة. على الجانب التاني الرئيس وصل لمبنى الابحاث، وهناك الدكتور براكيش عمل جولة في المكان وبدأ يشرح له موضوع المكوك اللي هم بيعملوا عليه ابحاث دلوقتي. الدكتور اوكين استمر في الشرح ووراهم اجسام 3 فضائيين محطوطين في المعمل. كابتن هيلر وصل المنطقة 51 ومعاه الفضائي اللي مسكه، ومن هنا الجنود والعاملين كلهم جريوا عليهم علشان يفحصوه. خلال ما كانوا بيشيلوا الطبقة الخارجية اللي كانت على الفضائي، الكائن اللي جواه ظهر والفضائي استرد وعيه وقتل كل اللي كانوا جوا الأوضة. وكمان الفضائي نجح انه يتلاعب ويستخدم صوت الدكتور اوكن علشان يتواصل مع الرئيس من خلال الإزاز، وطلب من الفريق انهم يحرروه. الرئيس سأل الفضائي لو كان ممكن ان البشر والفضائيين يعيشوا في سلام، لكن الفضائي قال له مفيش حاجة اسمها سلام. وبعدين استخدم قدراته على توارد الخواطر علشان يدخل في عقل الرئيس وأصابه بالشلل، ومن هنا الكل بدأوا يضربوا نار على الفضائي وقتلوه. وفي نفس الوقت الدكتور اوكن دخل في غيبوبة، ومن هنا امر القوات انهم يضربوا واحدة من المركبات، لكن الاسلحة فشلت انها تعدي الدروع الواقية بتاعت المركبة مرة تانية. الرئيس اصدر اوامر بسحب كل القوات اللي فاضلة. مرات الرئيس مارلين وايت مور كانت في لوس انجلوس مع خطيبة كابتن هيلر وابنها. كابتن هيلر انقذهم ونقلهم على المنطقة 51، وهناك اتجمعوا مع بقية الفريق. واحد من الدكاترة قال للرئيس ان مراته عندها نزيف داخلي، لكن الرئيس قال لها انها هتبقى كويسة، لكن للأسف بعد وقت مش كتير ماتت. يوم 4 يوليو ديفيد جمع الكل ووضح ازاي الدرع بتاع الفضائيين بيشتغل، وبعدين فعل برنامج على اللابتوب بتاعه يقدر من خلاله يوقف الدرع ده عن العمل، وبكده هتخترق الهجمات وتدخل على المركبه. ديفيد قدم خطه مضمونها استخدام مركبه لمهاجمه الفضائيين علشان يدخلوا المركبه الام ويحط فيروس في نظام التشغيل علشان يدمر دفاعات المركبه. كابتن هيلر تطوع علشان يقود المركبه دي، وديفيد اقترح انه يروح مع هيلر علشان يحط الفيروس في المركبه الام بتاعت الفضائيين. وفعلا الامريكيين بداوا التواصل مع القواعد العسكريه في العالم كله علشان يقولوا لهم الخطه، وده من خلال كود معين علشان ينسقوا الهجوم. مع قله العنصر البشري القاده بداوا يدعوا طيارين للتطوع علشان يبداوا المهمه، وكمان الرئيس وراسل بدأوا يستعدوا علشان ينتقموا من الفضائيين. كابتن هيلر وجاسمين قرروا يتجوزوا قبل ما هيلر يروح المهمة، وفعلا اتجوزوا. في نفس اللحظة كونستانس وديفيد كمان اتجمعوا ومسكوا ايدين بعض. قبل ما يمشوا الرئيس قال كلمة عن يوم الاستقلال الجديد، وكمان جوليوس وكونستانس ودعوا ديفيد. كابتن هيلر وديفيد بدأوا يحضروا للهجوم، وأول ما وصلوا للمركبة الأم الرئيس تولى قيادة الطيارين في الهجوم على الفضائيين وقربوا من المنطقة 51. بدأت المركبة الأم تبقى متحوطة من كل ناحية، والظاهر إن آلاف الفضائيين كانوا بيخططوا الغزو كامل على الأرض، وفعلا نجحت الخطة ودخلوا جوه المركب الأم وحطوا الفيروس بنجاح. ومن هنا الصواريخ بدأت تهاجم أول ما النظام الدفاعي للفضائيين باظ، وبدأوا يدمروا مركبات العدو. الحرب بدأت والناس بدأت تجري، لكن في نفس الوقت السلاح الاساسي للفضائيين فتح علشان يضرب نار على القاعدة. راسل ليه ان لسه معاه صاروخ واحد وضربه، لكن نظام الاطلاق عنده تعطل وقرر انه يضحي بنفسه عن طريق انه يدخل بالطيارة جوه السلاح الاساسي للفضائيين. الانفجار دمر المركبة كلها، وبالتالي انتشر البشر في المركبة الام. كابتن هيلر فشل انه يخرج، ومن هنا بدأوا يشكروا بعض قبل ما يعملوا اخر انفجار. وفعلا الصاروخ اللي اطلقوه دخل على مركز التحكم اللي كان جواه فضائي. كابتن هيلر بقى حر وبدأ يواجه المركبة ناحية الباب اللي دخلوا منه، وفعلا هربوا في اخر لحظة، والمركبة الام انفجرت فورا، وبعدين وصلوا الارض بامان، وبدأ الفريق يحتفل والعالم كله يحتفل معاهم. وبيخلص الفيلم على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان لسه عندنا ملخصات نارية هتنزل.
أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.